والمتابعة للأحوال الجوية. يستعرضها لنا مصطفى ميزار في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة. من جديد شكراً محمد وشكراً إلهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على جميع الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 27 درجة والصغرى 20، مائل الحرارة الإسكندرية 26-19 يكون الجو معتدل، في مطروح 24-16 يكون الجو معتدل، في بورسعيد 26-20 يكون الجو معتدل، في الإسماعيلية 27-19 يكون فيها الجو مائل للحرارة. في محافظة السويس درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20، مائل الحرارة في العريش 27-20 معتدل، في طابة 26-20 معتدل، في شرم الشيخ 30-23 يكون الجو فيها حار، في الغردقة 30-22 يكون الجو فيه حار. عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 31 درجة والصغرى 19 يكون الجو حار، في أسوان 31-19 حار، في الوادي الجديد 29-16 مائل للحرارة، في شلاتين 31-22 حار، وأخيرا في حلايب 29-23 يكون الجو فيها مائل للحرارة. الآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.